أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نائب في الميزان. بلا شك ما تابعناه خلال الأيام الماضية في رأس غارب كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معان مؤسفة، كارثة لم تكن الأولى، وبعيدا عن أي نظرة تشاؤمية لن تكن الأخيرة. في العام الماضي كانت عفونا بالبحيرة والإسكندرية، وهنا لنا وقفة. أعزائي المشاهدين، نحن بانتظار مشاركتكم واتصالاتكم خلال طوال الحلقة، ومعانا سيادة النائب حسن خير الله نائب عن دائرة الدخيلة بالاسكندرية. هنتكلم ونستعرض بعض المشاكل اللي بتواجه اسكندرية عموما ودائرة الدخيلة، هنعرف الاسكندرية بتواجه المشكلات دي ازاي، وهنتطرق مع سيادة النائب عن اهم المشكلات اللي موجودة في الدائرة. سيادة النائب ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. يعني اسكندرية من المدن المهمة جدا ومن المحافظات المهمة جدا، والدخيلة دائرة كبيرة فيها، موجودة فيها مشاكل كتيرة جدا. يعني حضرتك ممكن تكلمنا عن اهم المشكلات اللي ممكن تواجه اسكندريه في الشتاء القادم اللي احنا فيه، بدانا فيه دلوقتي، احنا شفنا في راس غارب ايه اللي حصل، وايه كدورك كنائب في حل المشكلات دي، وهل تقدمت بطلبات احاطه مثلا للمحافظ لاستعداد لموسم الشتاء؟ ايه اللي حضرتك عملته كنائب في محافظه اسكندريه؟ الاول يعني بنبعت تعازينا لاهالينا في راس غارب ومنطقه الشرق بالنسبه لمصر، يعني بنبعت تعازينا للناس اللي توفوا وقلبنا معاهم، يعني لان فعلا كانت كارثه بيئيه. يعني بالنسبه للاسكندريه، احنا في تفاعل مع السيد المحافظ باستمرار، ولسه كان معانا امبارح في موضوع البيئه، كان معانا في القاهره هنا مع السيد وزير البيئه، و بندرس الاستعدادات لموسم الشتاء، لان السنه اللي فاتت كانت السيول عندنا في اسكندريه وفي حي العجمي، يعني حي العجمي عامة دخيلة وماكس وعجمي، كانت شديدة جدا. وطبعا كنا لسه يدوب طالعين من انتخابات ودخلنا على القصة دي، والحمد لله ان احنا عبرناها يعني. لكن كان في مشاكل فعلا، ما كانش في استعداد قوي من ناحية شنايش المطر، من ناحية محطات الرفع والصرف، من ناحية الخطوط. يعني المفروض يبقى في استعدادات نظافه للمناطق دي، يعني بالنسبه للبلعات والحاجات دي. لا، بتقول المفروض يبقى في استعدادات، يعني هو لسه ما اتعملش استعدادات لحد دلوقتي. انا لسه بتكلم على السنه اللي فاتت. لكن احنا ما حضرتك بتقول المفروض يبقى في استعدادات، فاحنا لو أنا انت كنائب شايف المحافظه استعدت للشتاء القادم اللي احنا فيه ده، ولا لسه في انا في لسه في المرحله السابقه يعني. فما كانش في استعدادات، فكانت العمليه شديده جدا، وقطعت الكهرباء، ولقينا في حاجات في المحطات مش شغاله، ويعني الحمد لله يعني انها عدت على خير اخيرا يعني. السنه دي طبعا احنا من بدري خالص يعني في تواصل مع السيد المحافظ، وهو بذاته كان لسه عامل اول امبارح، كان عامل اجتماع في المحافظه بخصوص الاستعداد لموسم الشتاء. السنه دي ان شاء الله هتكون احسن حالا بالنسبه للاستعداد عن السنه اللي فاتت ان شاء الله. طب انت شفت المحافظه السنه دي عملوا حاجات جديدة علشان يواجهوا بقى الأزمات؟ في حاجات جديدة، في مشروعات جديدة اتعملت في الشوارع، في الصرف بدأوا يشتغلوا، في البلعات اللي كانت مسدودة السنة اللي فاتت، أنت شايف إيه كنائب موجود، نائب جماهيري موجود في دايرتك في الدخيلة؟ لا، هو حصل فيه طبعًا تسليك للحاجات، البلعات والحاجات دي كلها، حصل فيه تطوير في محطات الصرف الصحي يعني، حصل فيه يعني شغل شديد يعني ان شاء الله. وكان في تجربه قريب ظهرت فيها بعض العيوب والمساوئ، فبالتالي دلوقتي شغالين فيها يعني على اساس ان يبقى في استعداد قوي للموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله. طب احنا شفنا السنه اللي فاتت كانت حصلت عندنا كارثه كبيره جدا في الاسكندريه والبحيره، وشفنا الدنيا انتفضت ازاي، ومع ذلك اتكرر ده من يومين ثلاثه في راس غارب. طب ده ممكن يحصل في اسكندريه لو شفنا ده السنه الجايه؟ لا ان شاء الله ما فيش، لان راس غارب دي. طب تعليقك على اللي حصل في راس غارب ايه؟ راس غارب دي طبعا كانت نوه شديده جدا، ونزلت السيول من الاعلى الى اسفل، فجرفت الشوارع. احنا دلوقتي بنقدم طلبات احاطه عن الشوارع دي، انها مش ما اتعملتش طبقا للمواصفات الهندسيه. فبنقدم طلبات احاطه وهنشوفها ونشوف مين المقصر عشان يتجازى. ايه طلبات الاحاطه اللي حضرتك قدمتها؟ يعني أنا مثلا قدمت طلب إحاطة بخصوص طريق أم صغير عندنا في الحي العجمي. كانت إيه المشاكل؟ اترصف مرتين، وللأسف الشديد بدون تطوير شبكة الصرف الصحي، وبدون تطوير محطات الصرف الصحي اللي هي فالطريق انهار. فالطريق انهار مرتين. طب ما ده يبقى فساد، مش حضرتك احنا قدمنا إن في إدارة مال عام. قدمت فيها إدارة مال عام،
واتكلمت في طلب احاطه قدام السيد وزير الاسكان على اساس شبكه الصرف الصحي دي لابد من تطويرها مع مواسير الصرف الصحي مع المحطات لابد تتطور جميعا، لان داخلين على موسم برضو الميه هتبوظ الدنيا، بالاضافه الى ان الشارع ده بيخدم على 30,000 نسمه و300 شركه تجاره اخشاب، بيمر عليها نقل تقيل، 300 شركه تقريبا يعني لتجاره الاخشاب بيمر عليها نقل تقيل. الشارع ده بتاع مزغيو موازي لطريق اسكندريه مطروح، فبينقل الحركه الثقيله كلها على طريق مزغيو. النهارده كل العربيات يا تخش في الشارع ده وممكن تنزل في اي بياره لا قدر الله، وميه الصرف الصحي طفحه. فاحنا اوصينا يعني وطلبنا من السيد وزير الاسكان سرعه تطوير شبكه الصرف الصحي واعاده رصف الطريق، لانه ما حدش يقدر يخش من الشارع الصحراوي اسكندريه الصحراوي الى العجمي من خلال هذا الشارع، فكله بيتكدس في المحور اللي هو طريق اسكندريه مطروح، فبالتالي عامل ازمه شديده في الزحام في طريق اسكندريه مطروح، والنقل الثقيل اتنقل ناحيه اسكندريه مطروح وناحيه وادي القمر، فعامل صعوبه في الحركه في حركه النقل هناك. طب حضرتك قدمت طلب ويعني طلبت المسؤولين واتكلمت واتحركت، ايه النتيجه؟ يعني نتيجة مستنيين نتيجة، لأن هو طبعا الحاجات دي بتاخد أعمال إدارية يعني إن شاء الله، لكن في تفاعل معاك، في تفاعل وعدونا دلوقتي هم شغالين، تفاعل معاك في المشاكل، شغالين دلوقتي في لجان نزلت مثلا رفعت الطريق شافت المشكلة، شغالين في ناس اتحولت للحساب والعقاب مثلا للانهيار لإهدار الماء العام وانهيار الطريق ده مرتين اتنين، إيه اللي تم يعني؟ احكي لنا الكواليس كده، الدنيا اتغيرت ولا احنا لسه بعد ثورتين على قديمه زي ما بيقولوا؟ لا، بداية في شركة أسند إليها تطوير شبكة الشرف الصرف الصحي، لو هم طوروا شبكه الصرف الصحي ومسحوا حتى الطريق يعني مؤقتا لغايه ما يدبروا ميزانيه لرصفه، فدي هتبقى كويسه، بالاضافه الى ان احنا ممكن نخلي الناس بتوع تجاره الاخشاب دول يساهموا معانا في يبقى في حاجه مجتمعيه يعني مساهمه من المجتمع في رصف هذا الشارع اللي كله بيستفيد منه. طب انا هنستاذنك نطلع نشوف تقرير عن مشاكل اللي بتحيط بالاسكندرية ودائرة الدخيلة والمشكلات والاستعدادات ايه، ونرجع نكمل مع حضرتك حوارنا تاني. اتفضل اتفضل اتفضل. سيادة المحافظ سيادة اللواء الرضا فرحات، مجرد ما تولى محافظ اسكندرية بدأ مباشرة في تشكيل لجان، وكان برئاسة الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، اللي اللجنة دي فيها الصرف الصحي، فيها الري، فيها الزراعة، فيها الثروة السمكية. الهدف من اللجنة ديت ان هي تدرس كل المعوقات اللي كانت بالنسبة لإسكندرية، وايه هي المقترحات وايه هي التطوير المفروض ان احنا نعمله على اساس ان احنا نواجه السيول في الفترة اللي جاية، وعلى اساس ان احنا نتفادى ما تعرضت له اسكندريه في العام السابق. الحقيقه كان من ضمن الحاجات ديت اولا شركه الصرف الصحي الموجوده في اسكندريه قامت على الفور بتسليك كل الشنايش اللي هي موجوده، وكان باشراف مباشر من الدكتوره سعاد الخولي نائب المحافظ. ايضا لوزاره الموارد المائيه والري ومصلحه الكهرباء والميكانيكا كان لهم برضو باع كبير جدا في ان بداوا يطوروا في المعدات وماكينات الرفع بتاعتهم. اصبح دلوقتي في عندنا كمان زي ما طبعا في تنسيق مباشر حتى بيننا كزراعه وبين الري وبين الصرف، على اساس ان احنا نشوف ايه هي التدابير اللي هم اخذوها في هذا الموضوع، بحيث ان احنا نتفادى فعلا السيول اللي تمت السنه اللي فاتت. فكان من ضمن الحاجات اللي هم عملوها ان هم وفروا لنا مكان طوارئ، ده مكان البديل بحيث ان هو يبقى موجود في محطات الصرف. فدلوقتي فعلا دي بتبقى قيد دراسه ان احنا ممكن تبقى في خطه للاستفاده من ميه الامطار، خصوصا لو احنا قدرنا نفصل ميه الامطار عن ميه الصرف الصحي وقدرنا نستغلها ونعمل لها خزانات خاصه. ودي اعتقد توجهات دوله، مش توجهات محافظه بس، بحيث ان احنا نقدر نعمل ديت في الايام اللي جايه، خصوصا في ظل ان احنا دلوقتي بنتعرض لسيول، وبتبقى كميه الامطار اللي هي نازله على اسكندريه كميات كبيره جدا، مش اسكندريه بس، اعتقد المحافظات المختلفه. فاحنا نقدر على مستوى المحافظات نستغل ميه الامطار دي ونستغلها فعلا، اذا كان في الري، اذا كان في الشرب، اذا كان في المجالات المختلفه.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم بالجديد. بنكمل حوارنا مع سيادة النائب حسن خير الله عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة، وبنتكلم عن أهم المشكلات اللي موجودة في الدائرة ومصانع الفحم ومصانع الحديد والصلب والتلوث البيئي اللي موجود. سيادة النائب قول لنا أنت سيادتك كدورك رقابي وتشريعي وجماهيري، عملت إيه في مشكلة المصنع الفحم ومصنع الحديد والصلب اللي الناس دايما بتشتكي من التلوث البيئي فيه؟ والله أنا مقدم طلب للسيد رئيس المجلس الدكتور رئيس المجلس لناد بلجنة من المجلس والبيئة في مصر يعني والصحة، وننتقل على الطبيعة لأن في شركات ناس بتشتكي من انبعاثات منها بتلوث البيئة. في عندنا في الميناء في الدخيلة مؤثرة على الناس في الدخيلة، في الشركات اللي عاملة زي حدوة الفرس على الأهالي في وادي القمر، وانا مشفق عليهم جدا 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 جدا، وان شاء الله هنطلع على الطبيعه. وفي شركات تانية كان في اكوام القمامه اللي هي كانت محطات وسيطه في العجمي، والحمد لله بتفاعلنا مع الجهات المسؤوله والبيئه شالوها من هناك خالص يعني بعدوها عن المناطق السكنيه. فاحنا بصدد ان شاء الله لجنه قريب طالعه هتدرس كل حالات التلوث اللي عندنا في العجمي والدخيله والمكس والطرمبات ووادي القمر بالذات، طالعين ان شاء الله باذن الله، وهنحقق ان شاء الله باذن الله في الموضوع وهنوصل للنتيجه ان شاء الله باذن الله. انت حاسس يا سياده النائب ان في تجاوب وتفاعل ونظره المسؤولين للنائب اتغيرت، ولا احنا زي الاول بناخد الطلب ونقدم طلب احاطه والناس تيجي وتدرس ومواضيع تتحط في الادراج زي ما هي؟ انت شايف النظره اتغيرت والمسؤولين بقوا حاسين باهميه المرحله الصعبه اللي احنا فيها وبتتفاعل معاك وبتدفعك انك انت تتجاوب مع هذه المشكلات وتقدر تحل هذه المشكلات، وبتلاقي المسؤولين متفاعلين معاك، ولا انت حاسس ان البيروقراطيه قاتله كل حاجه في البلد واحنا عايشين في نفس السيستم اللي احنا ماشيين فيه والنظام اللي احنا ماشيين فيه؟ وصف لي كنائب، انا عايز نسمع منك كنائب قريب الكلام، المسؤولين حاسه بالكلام الموضوع ده، ولا انت ست بتقدم الطلب ووضح الطلب بيتاخد يتحط في الدرج واقول لك هندرس وبعد ست شهور هننزل وبعد شهرين هننزل؟ الناس دي حاسه بالوضع اللي البلد ماشيه فيه ولا الناس دي مش حاسه؟ الناس دي حاسه باللي الرئيس بيعمله والجهد المبذول ده، ولا الناس دي قاعده في اماكنها لا حاسه ان البلد دي اتعرضت لثورتين وان بقى لنا 5 سنين ما فيش لا اقتصاد ولا في تنميه في البلد؟ الناس دي بتتفاعل من نفسها، ولا انت كنائب لاقي صعوبه؟ انت انا بكلم حضرتك الكلام ده كنائب وبسال حضرتك الكلام ده كنائب، لان انت سيادتك لما تكون بتقول لي انا مقدم طلب من 6 شهور وهتنزل لجنه وتعمل، يبقى المواطن العادي يعمل ايه؟ يبقى الناس المسؤوله دي مش حاسه باي حاجه، يبقى احنا عايشين في نفس البيروقراطيه اللي احنا عايشين فيها ما اتغيرناش. يا باشا انا هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا، انا تقدمت بطلب بنت اخ صديق كانت كاتبه طلب الفيوم اقتصاد وعلوم سياسيه الفيوم، وبعد الطلب بتاع علوم اسكندريه فجالها علوم اسكندريه فعايزه تغير من حقها ومجموعها يسمح، وانا ببعت للوزير السيد الوزير التعليم العالي من هنا اهو تقع جمال صبيحي من حقها تنقل. تعرف حضرتك الرد بتاع المسؤول ايه؟ طبعا الوزير ما بيردش ما بيكتبش حاجه خالص، مسؤول سياسي قطاع مش عارف ايه، بعد بيقول عن طريق ال طبعا هنستاذنك ناخد الدكتوره سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندريه. دكتوره سعاد ازي حضرتك؟ اهلا بيك. معايا سياده النائب حسن خير الله عضو مجلس النواب عن دائره الدخيله في الاستوديو، بيسلم على حضرتك. من اعظم النواب، اهلا بيه حسن بيه. بس حسن بيه عنده مشاكل كتير كبيره جدا مع المسؤولين في المحافظه، خدي بالك، وبيقول لي انا بقدم طلبات كتير. مش مشاكل معايا انا شخصيا. لا هو معاك انت شخصيا مفيش مشاكل، لكن هو كنائب عنده مشاكل كتيره جدا مع الموظفين في المحافظه، وان الناس ما بتتجاوبش معاه، والناس مش حاسه ان احنا بعد ثورتين يا ست النائب. هو لا لا، الناس حاسه ان بعد ثورتين وربنا يعني يصلح الحال والامور تستقر. سياده النائب عارف ان انا بتفاعل معاه كويس قوي، وان لو في اي تقصير من اي موظف صغير ما بيتفاعلش وما بينفذش تعليمات خلاص فتره وعدت، واحنا دلوقتي في سد محافظ وتكليف مباشر بتنفيذ التعليمات ومفيش حد بيقصر، وانا بتابع يعني تنفيذ تعليمات سد محافظ مع الموظفين الصغيرين، وكلنا الحقيقه خليت نحلي يعني. والسيد النائب لو عنده اي مشكله انا تحت امره بالتليفون بخلصها، يعني هو لو كلمني حتى على التليفون اساله كده ما فيش يعني قسم ما بنردش، ده كلام لو ما قدرش ما ردش على حسب بيت خير الله، لان اولا صديق ثانيا هو من النواب المحترمين الغيورين على مشاكل المواطنين ومصالحهم وعلى مشاكل محافظه اسكندريه كلها،
والحقيقه انا عايزه برضه اقول معلومه بس يمكن ما حدش يعرفها، نواب اسكندريه كلهم تناغم وتجانس، وكله ما يعني ما تعرفش مين بيخدم في دايره مين، كله بيحب اسكندريه وكله شغال لصالح المواطن في اسكندريه كلها. وده اللي انا كنت لسه بقوله لسياده النائب دلوقتي يا باشمهندسه يا دكتوره سعاد، بقول له احنا الناس حست ان احنا بعد 5 سنين البلد في ثورتين، الناس المسؤولين اتحست ان احنا في 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 بلد فيها ازمات وبتتغير، ولا انت بتلاقي معاناه مع المسؤولين؟ احنا ده اللي احنا عايزين نقوله يا دكتوره، ان الناس تحس وتشعر ان احنا بصرف النظر عن سياده النائب بيروح يسعى لحل مشاكل دايرته ولا لا، المسؤول نفسه لازم يتغير. يعني البيروقراطيه اللي الناس عايشه فيها بعض المسؤولين، مش عايزين نعمم عشان ما نظلمش بعض الناس، الناس لازم تتغير. اولا خلينا نغير نغمة بعد ثورتين دي، خلاص بقى صفحه وقفلناها وماشيين على النقطه من اول ستارت. دوله بتقوم بتعيد بناء نفسها، دوله مؤسسات، دوله جيش، دوله شرطه، دوله قضاء، دوله مواطنين، دوله مدنيين، دوله كامله. دلوقتي احنا من نقطه من اول ستارت، في برلمان، في غرفة تشريعية ما كانتش موجودة، في قوانين بتتعدل، لأن خلي بالك المجتمع ده بيحكمه مجموعة قوانين بقالها 60 سنة. إحنا دلوقتي إحنا بنطالب في السادة النواب، الغرفة البرلمانية العظيمة اللي إحنا دلوقتي بنعيش معاها، إنها تبتدي تعدل لنا كل القوانين اللي بتحكم هذا المجتمع عشان نعرف نحاسب كل واحد، ما بقاش مخطئ يصنع ولا مخطئ يفلت ولا مخطئ ثغرة من قانون بقاله 60 سنة بيخدم النهارده. عندك النهارده بدل السفر بتاع المواطن بتاع الموظف الحكومي 30 قرش. انا 35 قرش. انا سعيدة انا سعيدة دكتورة اللي بسمع من حضرتك الكلام ده. خلينا نقول بقى بلاش تسكت بعد ثورتين دي، خلاص قفلنا. ما احنا بعد ثورتين الناس تتغير، الناس ما الناس ما تسيبش الناس تاكل في نفسها كده. مفيش تستر على فساد ولا على فشل. وفكرة الحساب والعقاب يا دكتورة كمان مهمة جدا. يعني بص حضرتك، يعني لا فاشل هيفضل في موقعه ولا فاسد هيفضل في بيته مكانه في تمام. فخلينا انا تحت امر السيد النائب يا دكتوره سعاد. وانا كنت يوم الجمعه اللي فات قاعده على الرصيف في الشارع في قهوه مع المواطنين في وجود احد النواب في احد الدوائر. والله احنا دايما تحت امر الجميع، والسيد المحافظ قبليه ده مبدأه ودي تعليماته اللي احنا بننفذها. احنا دايما بنقول العنصر النسائي وحضرتك منه من العناصر النشطه جدا، وشايفين تحركات حضرتك، ولذلك احنا قلنا لما يبقى العنصر النسائي ده مهم جدا، لما بيبقى حاسس بمجتمعه والمشاكل اللي موجوده فيه. يعني شوف حضرتك بتقولي انا موجوده في الشارع وعلى الرصيف، انا سعيد جدا ان انا بسمع حضرتك الكلام ده، وسعيد جدا ان حضرتك بتقولي الكلام ده لسبب بقى، ان المسؤول اللي قاعد في مكانه بيسمع حضرتك بتقولي الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، هيبقى عنده وفي ذهنه فكره العقاب والثواب. يعني ما عادش في واحد هيبقى قاعد مقصر في مكانه والناس مغمضه عينيها عليه. سياده النائب حسن خير الله عنده سؤال عايز يسال حضرتك فيه. كنت لسه في اجتماع في المنطقه الشماليه بنستعرض اجراءات المحافظه، وكان معانا قوات مسلحه والشرطه وجميع قيادات المحافظه التنفيذيه وشركات المرافق كلها، كهرباء وميه وصرف ورؤساء الاحياء، وعرضنا كل الاجراءات، والسيد المحافظ قال بنفسه لن اتهاون مع مقصر، واي مقصر في هذه الازمه يحل الى النيابه فورا. فيعني انا عايزه الناس تطمن، والنواب في ظهرنا، وان احنا ما بننزلش. يعني بصراحه يعني انا دايما النائب هو نافذه الشارع ليا، انا ما بمرش على الشارع من الا من خلال النائب. طب سياده النائب عنده سؤال لحضرتك بقى. تحت امره. دكتوره سعاد انا طبعا انت عارفه حضرتك العلاقه اللي بيننا، وبقدر حضرتك قد ايه يعني. ربنا يكرمك. وانا على فكره لسه ما اتكلمتش عن المحافظه خالص، يعني انا كل كلامي على الوزراء، وقلت ان في وزير بعت لي تاشيره بيقول ان 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 القبول من خلال التنسيق الالكتروني، يعني بيخاطب مجلس نواب بيقول له روح للتنسيق الالكتروني، ودي واقعه. وانا بصراحه يعني انا حزين منها جدا، وده دي بيروقراطيه وتعقيد للمواطنين وللنواب، وكشف للعلاقه بين النواب والمواطنين، يعني بيدمرنا جماهيريا. لا كده لكن انا علاقتنا بالساده نواب لا 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 احنا فوق راسنا والمواطن فوق راسنا، واحنا موجودين عشان نخدم في مواقعنا للوطن كله. احنا متوسمين خير في سياده المحافظ يعني، ومتجاوب معانا جدا يعني، ولسه بريقة أمل إن شاء الله، ولسه بادئ معانا جديدة. وحضرتك يعني
ونعم النواب يعني فعلا بتتعاوني وردك سريع، وان شاء الله هنتعاون عشان اسكندريه تتقدم باذن الله تعالى. تحت امرك استاذ النائب العظيم. الله يخليك. دكتوره قول لنا بقى استعدادات المحافظه لموسم الشتاء ايه، وهل احنا هنتعرض للمشاكل اللي حصلت السنه اللي فاتت ولا الحمد لله السنه دي في استعدادات كويسه؟ لا هنتعرض للمشاكل اللي تعرضنا لها السنه اللي فاتت، ده سؤال يعني ايه، كاننا احنا بنعلم الغيب، الله اعلم ايه اللي جاي بكره، كان احنا نسال الله يعني الستر وان ما يبقاش في اي خسائر، انما احنا بذلنا كل ما يجب علينا عمله، وفي حاجات من السنه اللي فاتت بتتم وتكملها السيد المحافظ طبعا بمجرد وصوله، وكان خليه نحل الحقيقه شغاله في خلال الشهرين اللي وصل فيهم للسيد اللواء رضا فرحات، وشغل الناس كلها فريق عمل متجانس وكل بيأدي اللي عليه، فاضل ان ربنا يكلل هذا العمل وهذا الجهد بالنجاح والستر ان شاء الله، ومعانا الناس كلها في الشارع بتتعاون والاجهزه بتتعاون والنواب بتتعاون، حمص اسكندريه اسره واحده، وان شاء الله ربنا مش هيضيع اي تعب واي مجهود، احنا بنبذل اللي علينا والنتيجه على الله باذن الله. ان شاء الله الكاميرا البرنامج بتاعنا كانت تجولت في شوارع الاسكندريه ورصدت فعلا بعض الاستعدادات وبعض التطويرات اللي موجوده في محافظه اسكندريه والتطهير اللي موجود في الشوارع وفي الشناش. انا دكتوره سعاد انا بشكر حضرتك جدا على هذا الجهد، وبشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا في البرنامج. اشكرك وكلكم طيبين. وحضرتك طيب. شكرا. يعني النائب المحافظ بيتكلم عن تجاوب مع الساده النواب، وده شيء كويس جدا وشيء يعني يدعو للتفاؤل، وبس برضه ما زلنا عندنا موظفين بعض المسؤولين برضه عندهم البيروقراطيه اللي هم متعايشين معاها وعايشين جواها. ما انا عايز اكمل لحضرتك من فوق وانا نازل، يعني انا قلت الوزراء للاسف يعني بيحرجوا النواب في دوائره، يحرجوهم جدا يعني، وكل التاشيرات طبعا لما يتجاوبش معاك في طلب حضرتك طالبه اهل دايرتك يبقى هو بيحطك ايه، بيقول لك فلان الفلاني اللي عمل اللازم، فلان الفلاني للدراسه، فلان الفلاني كذا، طب انا جاي لك عشان تقول لي فلان الفلاني اللي عمل، وانت كنائب جايب تاشيره زي دي هتروح لاهل دايرتك؟ ده حرجوني جدا، انا بقول لك في واقع حضرتك حرجوني جدا يعني. بنت معاها جايبه مجموع معين وعايزه تيجي اقتصاد وعلوم سياسية الفيوم ومجموعها يقبل، ولكنها كتبت الرغبة دي رقم 5 ورقم 6، قال لك لا لازم تكون محطوطة فوق، الرغبة دي تكون محطوطة فوق عشان نجيبوها من فوق. طب هي دلوقتي مجموعها يقبل يعني يعني فيها ايه لما تقبلها في علوم سياسية فيوم ومجموعها يقبل هناك يعني. فعملية محرجة جدا بصراحة، حرجوني خالص والله العظيم. صاحب الشأن قال لي والله يا حسن لو انا بعت تاكس بالطلب ده كان جاب لي التأشيرة دي. طب معانا مداخلة استاذ اشرف، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك استاذ؟ انت منين؟ من اسكندرية؟ انا من وادي القمر استاذ. طب ايه المشكلات؟ احنا معانا سيادة النائب حسن خير الله معانا في الاستوديو، قول لنا ايه المشكلات اللي عندك في وادي القمر؟ سيادة النائب والله ده راجل محترم وفوق دماغنا كلنا، واحنا عارفينه كله، اللي هو ما بيسيبش حد في دايره. خش على طول في المشكلات يا استاذ اشرف، خش على طول قول عندي مشكلات، واحد اثنين ثلاثه. والله المشكله دلوقتي شركه الاسمنت بتنزل علينا هباب، مش اسمنت، الاول كان اسمنت، دلوقتي هباب مغطيه. انا ساكن في وادي القمر في الاخر خالص، ما كانش بينزل عندنا نقطه من الاسمنت، دلوقتي السطح والبيوت والشقق كلها باب. انت بتطلب سيادة النائب ايه؟ انا بطلب اللي هو يقف معانا، الرجاء من حضرته اللي هو يقف معانا، وواقف يقف معانا في دايره وادي القمر بالذات بالنسبه لشركه الاسمنت. شركه الاسمنت مبهدلانا مبهدلانا اخر بهدله. استاذ اشرف والعيال الصغيره كل ده بيتعب من الاسمنت. سياده النائب هيرد على حضرتك. استاذ اشرف يمكن انت تعرف ان انا فعلا رحت المركز الطبي وادي القمر وفي دعم من الشركات وغيرنا اجهزه وعملنا قافله طبيه هناك، ومع ذلك انا طالب لجنه من مجلس النواب مش من اسكندريه، وفيها البيئه من مصر والصحه من مصر، وطالعين ان شاء الله هنعمل زياره ميدانيه هناك لكل الشركات، واي شركه هتبقى فيها غلط مش هنسيبها. الله يبارك لك يا باشمهندس، احنا عشمانين في ربنا وفيك خير. على فكره يعني انا وادي القمر دي حافظها بيت بيت يعني، وهتفتكر احنا عارفين حضرتك والله يا باشمهندس، وانت فوق دماغنا كلنا والله. شكرا يا استاذ اشرف، شكرا، بشكر حضرتك جدا على المداخله.
هتنقل ملف تاني هو ملف املاك الدوله. الدوله النهارده عماله تتكلم على مشكلات وصعوبات، وعندنا مقدرات كتيره وممتلكات كتيره مهدره واراضي مهدره وكل حاجه مهدره. لو اتكلمنا عن املاك الدوله داخل المحافظات، الملف ده ملف كبير جدا وفيه اراضي ومساحات اراضي كتيره جدا لم تفعل ولم الدوله لم تستردها. انت سيادتك الملف ده اشتغلت عليه ولا لا؟ هو لاني انا كنت رئيس لجنه الاسكان والتخطيط العمراني المجلس المحلي لمحافظه اسكندريه، فانا الموضوع ده حافظه، وللاسف الشديد حتى قدام السيد رئيس الوزراء في شهر 3 جمع المجموعه كلها اللي هي نواب اسكندريه الافاضل، وانا قدمت له الملف ده، كتبت له مذكره ان في اراضي الناس عايزه تقنن وضعها وعايزه تدفع للدوله والدوله مش عايزه، من خلال الموضوع اتكلمت عليهم دول لأيديهم الروتين والبيروقراطيه وهم دول اللي دمروا البلد. يعني متسيستمين فاتحين خطوط مع بعض الناس. النهارده حضرتك بتغير محافظ وتجيب محافظ، طب الناس اللي شغاله تحت دي. طب معانا مداخله تانية من اسكندريه. استاذ وليد ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ حسن، اخبار سعاده النائب؟ الاستاذ وليد منين؟ من اسكندريه. دايره ايه؟ دايره ام صغير. طيب انا معايا سياده النائب حسن خير الله في الاستوديو، قول لنا ايه المشاكل اللي عند حضرتك في الدايره؟ والله احنا عندنا مشكلتين، عندنا مشكله طريق ام صغير على طول مكسر وعلى طول في ميه. من ام صغير لواد القمر، كل الاتجاه ده اتجاه واحد. تمام. شغل الخشب بتاعنا كله على مستوى العالم كله في منطقه ام صغير. انت تاجر خشب؟ انتوا كام تاجر خشب في المنطقه دي؟ حوالي من 120 ل 150 تاجر. طيب ما يعني احنا عندنا مشاكل كتيره في الدوله وعندنا مشاكل كتيره في كل مكان، ما عملتوش رابطه مع بعضكم كده مثلا وعملتوا اسهامات مثلا مع بعض كده عشان الاسهام في اصلاح مثلا بعض الحاجات اللي موجوده كتجار خشب موجودين في المنطقه دي، يعني نعاون مع بعضينا كده؟ عملنا بس مفيش نتيجه، يعني احنا عاوزين نخلي البلد تيجي عجله قدام ما تجيبش عجله ورا. النهارده الطريق كل سنه عندنا مشاكل صيف وشتاء، عندنا خسائر جامده فاضحه بسبب الطريق. نعمل ايه؟ دي كده بالنسبه للطريق المصغير لواد القمر، كل ده اتجاه واحد. ايه تاني عندك؟ عندي مشكله اكبر بقى، عندنا المصغير دي ارض امريه. املاك امريه. اللي هو جهاز حمايه املاك الدوله. تمام. كل المستوردين دافعين في الجهاز، والجهاز مش عاوز يقنننا، يقول لك لسه في خرائط لسه ما اتعملتش لسه، يعني انا واحد زي حضرتك من 2006 ولا 2007 دافع 2 مليون جنيه للجهاز. لغايه النهارده ما فيش قرار ليا، وانا مهدد بين ازاله وبين الجهاز وبين الدوله. في فلوس، طب ما ندفع علينا ويدونا ارضنا ونسجل. يعني انت على استعداد انك تدفع قيمه الارض اللي تحت ايدك؟ ايه المشكله؟ ما انا دافع 2 مليون جنيه. طب خليك معايا نسمع رد سياده النائب كده، ايه ردك سياده النائب على المشكله؟ انت مخزنك فين بالظبط؟ مخزني في ام صغير بجوار الثلاجه صفح الله. بعد الثلاجه ولا قبل الثلاجه؟ قبل الثلاجه. يبقى انت الدسوقي بقى؟ الدسوقي. طيب تمام يا وليد. طبعا انا اتكلمت وبعت مذكره لوزير الاسكان لسه من حوالي، ردوا عليه من حوالي 5 ايام. بالنسبه لاملاك الدوله قلت لهم ان في الماده 15، وانا بقولها تاني نكرر، الماده 15 من القانون 119 لسنه 2006 قانون البناء الموحد بتتيح للدوله انها تعمل مخططات مؤقته لحين اعتماد المخطط التفصيلي، وبح صوتي مع رئيس الوزراء في شهر 3 وعمال اخاطب يا عالم دي فلوس دوله، يا عالم الدوله محتاجه فلوس والفلوس تحت رجلين الناس والناس عايزه تدفع ومش عارفه تدفع، كل ما واحد يروح يقول له اصل الحته دي لسه ما اتخططتش. ما ذنب المواطن؟ عايز اسال الساده المسؤولين، ما ذنب المواطن ان هو راجل متفاعل مع الدوله وعايز يدفع مستحقات الدوله وفلوس الدولة تحت رجليهم بالمليارات والدولة مش عايزة تقنن وضعه؟ يعني على الأقل خالص يا سيادة الوزير المختص، على الأقل خالص اديهم حاجة عشان يشتغلوا رسمي، يعني اديهم مستند يشتغلوا رسمي، ناس دافعة فلوس وفي ناس عايزة تدفع فلوس وأنت مش عايز تاخد منهم، ما ذنب المواطنين يعني؟ وأنا بح صوتي والله في الموضوع ده يا أستاذ وليد، بح صوتي والله. عاوزة تعليمات من جهة سيادية تخلص الموضوع ده، يعني نهار كل حاجة بقى نروح للجهات السيادية، احنا يعني ما في قانون يا والله حضرتك، في قانون. ما هو وزير ياخد قرار، محلب ياخد قرار، دكتور محلب،
ابراهيم محلب، حضرتك اي حد ياخد قرار من النهارده لو فتحوا بالجهاز وقانون وضعنا هتلاقي ملايين داخله محافظه اسكندريه. عموما انا متابع الموضوع واخدت رد من السيد وزير الاسكان، وان شاء الله باذن الله متابع الموضوع ان شاء الله على اساس انا عندي فكره ان في اكثر من 150، لان ابتداء الطريق مصغي وده رايح لغايه وادي القمر، يعني طوله حوالي 15 كيلو او 12 كيلو، عليه كل الشركات وغير كمان شركات الخشب، عليه شركات ثانيه، عليه شركات ثانيه. فان شاء الله باذن الله يعني احنا ماشيين في الموضوع وان شاء الله خير يا رب. بشكرك استاذ وليد. يعني المشاكل الناس بتتكلم فيها ويعني مطالب مشروع، يعني لما يبقى واحد يعني قاعد على حته ارض وعايز يقننها، والارض دي هتدخل ملايين للبلد ومليارات من البلد، ليه احنا بنقعد نلفف الناس حوالينا؟ مال المواطن، مال المواطن، ومال الخريطه، ومال ومال التأشيرة. هم كده الموظفين كده، محدش، انت عندك الاراضي دي انت حاصرها عندك، تقول للمواطن ليه انزل هات لي خريطه، انزل هات لي تاشيره مش عارف ايه، هات لي موافقه الاثار، هات لي موافقه المحاجر، هات لي موافقه المناجم، هات لي موافقه مش عارف ايه. طب ايه ده قاعد في شقتك وبيقول لك انا جاي نعرض عليك ثمن شقتك، تاخد ثمن شقتك تقول له لا خد الثمن وخليك قاعد في الشقه بتاعتك زي ما انت، واروح هات لي خريطه مش عارف منين وخريطه مش خريطه ايه؟ انت كدورك كجهاز بتعمل ايه؟ لو خدتها الدوله من زمان يعني في حينها، يعني ما كانش احتاجت انها تفرض على ناس رسوم اضافيه. ايوه ما احنا دلوقتي انت، انا قاعد دلوقتي في حضره سياده النائب حسن خير الله عضو مجلس النواب، يعني راجل في ايده صلاحيات انه يجيب الوزير يحاسبه في المجلس، يجيب المحافظ يحاسبه في المجلس. انت سيادتك دلوقتي مش 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 مواطن عادي، ايه حل المشكلات دي؟ حل المشكلات دي خلاص هم ردوا عليا وانا هستكمل ان شاء الله. لا لازم يقننوا وضعهم الناس دي، مش دي بس، خلي بالك ده مئات الالاف من القطع، املاك دوله مش عارفين يقننوا وضعهم. كل ما اروح يقول لك ما خططت. طب ذنبي انا كمواطن ما تخططتش يا اخي؟ اعمل تخطيط مؤقت، يعني حط مثلا القطعه دي على شارع، افترض شارع، ونزلها على خريطه التخطيط العمراني في مكتب الرسم وفي الحي المختص، ولما تيجي تخطط تحترم الشارعين دول. حلها في منتهى البساطه، وايام اللواء المحجوب محافظ اسكندريه انا قدمت اقتراح، كانت الماده 10 في القانون ال 106 الاولاني او قانون 83 بتاع التخطيط العمراني، كان اقترحت الاقتراح ومشي وعمل لجان وشغلوا وعملوا رخص مباني، خلي بالك دي موقفه رخص المباني كمان، يعني الموضوع ده موقف رخص المباني. فاذا حليناه عن طريق الماده 15 119 لسنه 2008 الخاص بالبناء الموحد ده، احنا عملنا فيه ايه؟ احنا دلوقتي فتشناه في المجلس، وبكره عندنا جلسه عشان تعديله ان شاء الله باذن الله. عايزين نيسر الاجراءات. هنعمل بيه ايه لما يتعدل يعني؟ نيسر تيسير الاجراءات على المواطنين. مفيش حاجه اسمها نيجي انا نبني يقول لي الحته دي ما تخططتش، انا ماليش ذنب، الدوله هي اللي لها ذنب. خططي لي مؤقت. مين المسؤول المباشر في المشكله دي يا استاذ؟ وزاره الاسكان طبعا فوق، وبعد كده كل ما تنزل مسؤولين بقى، وكيل وزاره الاسكان والتخطيط العمراني والحي المختص. وده عامل اهدار للماء العام كتير، مضيع الدنيا كلها. مليارات يا باشا، مليارات. مليارات والناس واضعه يدها على الاراضي وبالي اصلا كده. ده عملوا ايه بقى؟ ما انت مثلا اجي لك اقول لك انا عندي 200 متر، يعني انا قصدي الناس كده قاعده على الاراضي دي وبني عليها وعايشه حياتها. لا هقول لك المصيبه الاكبر، انا عندي مثلا حته 400 متر فباني عليها 100 متر، فعايز استثمرها، عايز اهد وابني طبقا للقانون. القانون الهدم معقد، يقول لك لازم تكون الارض مسجله، شهر عقاري، مفرزه، وكلام من ده كله، وتيجي تبني بقى يقول لك مش مخططه. يبقى انت لا عارف تهد ولا تبني. يعني لو طلعنا من مشكله ان الارض مسجله نخش في قصه الارض مش مخططه، فيقول لك ايه بقى؟ انا بقى كمواطن ما قدرتش اعمل حاجه وعايز استثمر، عايز ابني لولادي دور تاني تالت، عايز اعيش، اهد بالليل بدون ترخيص وراضي ضعاف النفوس، وتاني يوم ابني وابني مخالف بقى، مخالف مع ضعاف النفوس، واجيب ما يسمى عندنا في اسكندريه احنا بنسميه الكحول. الكحول ده اللي بنسمي ندخل بيه الميه والكهرباء، ده راجل مش فارقه معاه، بيمضي ويبيع ويغرق، وبعد كده تنزل عليه احكام و 3000 حكم وبتاع، مش فارقه معاه، وممكن يكون ميت. وممكن يكون ميت. ويبيع تاني يوم الصبح. لا ده قصه حلوه قوي دي. تاني يوم يبيع العمليه زي الفل. وارض الدوله فين؟ راحت. وخد بالك المسؤولين عارفه كل الكلام ده، عارفين كل حاجه، وحافظينه. وفي الاحياء يعقدوا البني ادم علشان يروح يشتغل بدون ترخيص، لان ما عليهمش اعباء في القصه دي، مجرد يعمل محضر مخالفه ويحطه خلاص وانتهينا. طيب معانا عماد من الدخيله. استاذ عماد ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ عماد؟
باشمهندس، ازي حضرتك؟ معانا سياده النائب حسن خير الله في الاستوديو، وقول لنا ايه المشاكل اللي عندك في الدخيل. سياده النائب حسن خير الله، احنا بنفتخر جدا بحضرتك جدا. انا حضرتك من اهالي الدخيله، اسمي عماد رفاعي. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. مشكلتي مش شخصيه الحقيقه، انا ساكن على الدخيل، في الدخيل على البحر على طول، جنبي مدرستين ابتدائي، مدرسه الدخيله المشتركه الابتدائيه ومدرسة عمار بن ياسر الابتدائية. منسوبهم مواطي دول؟ منسوبهم مواطي دول؟ نعم يا فندم. اللي منسوبهم مواطي؟ اللي منسوبهم مواطي يا فندم. شفت انا بجيب لك المشكلة عشان تعرف ان انا ما فيش حتة فيك يا 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 حي يا دخيلة الا وانا دارسها تماما. وعلى فكرة احنا بعتنا في النوة بتاع السنة اللي فاتت، بعتنا مكن وشفط المية اللي كانت بتسرب مية على الحوش جوه. المشكلة يا باشمهندس دلوقتي ما بقتش جوه المدارس بس، ده بقت الشارع نفسه اللي فيه المدارس كارثه كبيره جدا. ده منسوبه برضه واطي، المجاري ضربه فيه تقريبا معظم ايام السنه، الولاد بيطلعوا من المدرسه على المجاري على وضع غير ادمي على الاطلاق. والله عارف كل حاجه انا، وبعتنا الابنيه التعليميه لان هي المختصه، والابنيه التعليميه دي ده نفسها طويل بشكل جدا جدا يا باشمهندس، فربنا يسهل ان شاء الله هنتابعه معاك. استاذ عماد انا بشكر حضرتك جدا على المداخله. يعني الناس بتتكلم في مشكلات، عايزين نتنقل بقى لملف مهم جدا وهو ملف مخالفات البناء. لسه حضرتك كنت بتقول ان انت كل ما بتقفل على الناس بتفتح باب للمخالفات والفساد، والمسؤولين نفسهم، بعض المسؤولين برضو عشان ما نعممش دايما هنقول بعض الموظفين، مش عايزين نقول كل، بعض الموظفين عارفه المشكله دي فيقعد يقفل لك ويخنق على الناس، يخنق على الناس، هات لي خريطه التخطيط مجاش عشان يرغمك تروح تخالف، وبعدين تجي له بالليل تقعد معاه تتفق معاه. والكحول اللي حضرتك بتقوله ده، اللفظ ده يعني انا اول مره بسمعه من حضرتك، بس انا يعني يجيب واحد يلبسه الليله ويقسموها مع بعض، ما هو ده دايره الفساد اللي احنا بنتكلم عليه. وده اللي كنت لسه بقول لسياده النائب محافظ الاسكندريه الدكتوره سعاد، بقول لها ان الكلام ده لازم، الناس دي لازم تتحاسب ولازم تحل المشاكل اللي موجوده عشان تقفل باب الفساد لو دخل على الاراضي الزراعيه. طيب احنا مخالفات البناء دي، احنا عندنا ناس بتبني كتير جدا مخالف، لانك انت قفلت الطرق الشرعيه قدامه. سيادة النائب الملف ده ملف شائك جدا، قول لي سيادتك رؤيتك فيه ايه؟ يعني سنة 2008 جمعني لقاء مع احد الاعلاميين الكبار جدا، وكان معانا الدكتور ممدوح حمزه اللي هو الاستشاري العالمي ده، وكان حينها كانوا يصيغوا في القانون اللي هو 119 ما كانش لسه سموه، كان في مجلس النواب، وطالبت مجلس النواب ان هو يخفف وييسر على المواطنين ويسهل عليهم، والا الناس هتهد بدون ترخيص وتبني بدون ترخيص. ما توقعته 2008 حصل 2011 انت جاي. فالمصيبه دلوقتي في التعليه ليست في التعليه فقط، وانما هي مصيبه انشائيه، الناس بتبني كل يومين دور صب وتعمل، وده غير مطابق للمواصفات الهندسيه اطلاقا، ما بياخدش نسبه الشك بتاعته، ما بياخدش، بيضيفوا عليه مواد عشان يشكوا بسرعه ويحل ويعمل. الحاجه الثانيه ما يبقاش في تركيز في الشغل المباني، الحاجات بقى الواقعيه بقى، خش بقى شارع 6 متر يطلع عليها 15 دور 20 دور. المرافق مش هتستحمل، انذار شديد اهو، المرافق مش هتستحمل لانك انت بتشتغل بدون تخطيط. الكهرباء، الميه، الصرف الصحي، الدنيا هتغرق يا سكان حي العجمي، الدنيا هتغرق يا سكان حي العجمي لما تتسكن المباني دي كلها، احنا هنرحل من هناك. الحاجة اللي بعد كده برضو، يعني انت لا قدر الله، طبعا ما فيش جراج، ما بيقولوش جراج، فالعربيات تبقى واقفة قدام العمارات هنا وهنا، لا قدر الله حصلت حريقة، المطافي هتخش ازاي؟ ولا تعرف تخش لك خالص. طيب بلاش كده، من الناحية الصحية الهواء بيوصل لنا ازاي؟ الإضاءة، الشمس. طب الأهم من ده يا سيادة النائب بقى، الأهم من الهواء والشمس والكلام ده كله، انت لما بتخالف في المواصفات البناء ده، سيادتك لما بتجيب الاخ اللي حضرتك قلت عليه الكحول ده كحول تحطه، فسيادتك غير عندك ولا عندك اي مسؤوليه ناحيه الاسمنت اللي انت بتحطه وكميه الزلط اللي انت بتحطه وكميه الاسمنت اللي انت بتحطه، فبتقلل في النسب دي كلها لانك عايز تطلع حضرتك باعلى مكسب عشان توزع على المسؤولين في الحي وعلى الكحول اللي انت جايبه مشيله الليله ومشيله القضيه زي ما بيقولوا. والكلام ده كله بيعرض الناس، لما انا الراجل النهارده شقيان مثلا شغال في الكويت او في الامارات او في جوه مصر وحوشت لي 100,000 ولا 200,000 عايز شقه تستر بيهم انا واولادي، اما اروح ادفعهم في عقار زي ده والعقار يتهد على دماغي يضيع، يضيع، ما مش هيلاقي مين هيحاسبه.
ما هي قصة كلها غير مطابق للمواصفات الهندسية، تشمل كل اللي حضرتك قلت ده كله، لا حديد يتحط زي الناس ولا بطريقة هندسية ولا الخرسانة عمالين يعملوا لي بلاطات كده ومش متسلحة مظبوط زي ما يقول الكتاب يعني، فربنا يستر يعني أي هزة أرضية شديدة شوية هتشوف كوارث كوارث. وبعدين يا ست النائب دي حاجة، أنت مش بتبني حاجة تحت الأرض، ده برج، ده عمارة طالعة، يعني ما تقوليش إن أنا طلعت دور 2 3 4 10 والناس مش حاسه ولا الناس شايفه، لا ده المسؤولين شايفه وحاسه، ولو في طوبه بتتحط مهندس الحي بيبقى عارف الطوبه دي بتتحط فين، ولهم النضرجيه بتاعتهم اللي موجودين في كل مكان. بس معانا احنا تقرير بقى الحي يتعامل معاه بطريقه ايجابيه، واحنا عشان نقول احنا بنتكلم على السلبيات، ولما يبقى في حاجه ايجابيه الناس ما تقولش الدنيا سودة، لما يبقى معانا حاجه ايجابيه بنقول في حاجه ايجابيه. الحي يتعامل مع بعض الحاجات المخالفه دي بالازاله الفوريه، وده شيء ايجابي جدا، وكاميرا البرنامج عندنا رصدت بعض الحالات اللي زي ده، هنشوفها ونرجع مع حضرتك نكمل حوارنا. يعني في نقطة كده الأستاذ علاء برضو راجل متعاون. هو مكون من 3 ادوار علويه وهو عقار مخالف من ضمن العقارات وبننفذ حمله الازاله فيه. هل هو ما كانش ليه تراخيص؟ يعني صاحب العقار بيدعي ان هو كان ليه تراخيص. لا 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 لا، ملوش اي تراخيص، هو عقار مخالف وملوش اي تراخيص عندنا. هي مش طالعه في تنظيم، بس هو بنى مخالف، يعني بنى مخالف فبننفذ، وطلع وصدر له قرار ازاله من عندنا وبننفذه. لكن ما عندوش اي خدمات، لا عنده كهرباء ولا عنده ميه ولا عنده اي حاجه. لا 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 لا، مفيش اي خدمات بتظهر. هو المبنى ده كان مبنى تجاري ولا مبنى سكني؟ لا شكله كان مبنى تجاري لان هو مش متشطب، بس الواضح من منظره ان هو كان تجاري يعني. طبعا في بيتعمل له محضر مخالفات مباني بدون ترخيص، ودي بتبقى فيها شق غرامه ماليه وقرار ازاله بيطلع له اللي احنا بننفذه دلوقتي. كان باني قبل كده في 2015 كان باني دور ارضي، جه نزلناه والايام ديت اعاد تاني المباني فعملنا له قرار ازاله تاني ونفذناه. لكن ما كانش ينفع بدل الازاله كان ينفع يتعمل له تقنين للوضع او يتم استخراج بعض التراخيص؟ لا، ما دام شرع في المباني وبنى وبدا ما ينفعش يطلع اي تراخيص من عندنا. احنا التراخيص اللي عندنا بتطلع على اراضي فاضيه مسجله وليها اجراءات ترخيص تانية خالص يعني. لكن بعد ما بنى ما ينفعش ان هو يقنن وضعه، خلاص هو خالف من الاول، خلاص بيستمر في المخالفه. الحمد لله احنا السنه دي يعني نتيجه العام السابق واللي احنا شفناه السنه اللي فاتت بالتنسيق مع شركه الصرف الصحي وجهاز تنفيذي للصرف الصحي تم اتخاذ بعض التدابير، منها تطهير الشنايش اللي هي موجوده القديمه في الشوارع، انشاء شنايش جديده ومطابق، انشاء بدلات خصوصا في طريق ابو تلات. كنا عاملين 3 شنايش 3 بدلات، في واحده في شارع ابو تلات الرئيسي، واحده في شارع صفا والمروه، واحده في الكيلو 21، وان شاء الله جاري بردك انشاء احتمال 3 بدلات على الاقل زيهم تانيين لتفادي بردك ان ابو تلات منطقه كلها مياه جوفيه ومدينه مياه الامطار ما فيهاش شبكه لسه لما يدخل الخدمه بعد،
فبالتالي البدلات ضروري جدا، فاحنا جاري انشاء هذه البدلات. في اجراءات معينه ممكن المواطن العادي يتخذها او تدابير معينه يتخذها المواطن العادي؟ والله هو الوقايه من البدايه، يعني انا يعني المواطن العادي خصوصا اصحاب المحلات، يعني اللي بيكنس ويطلع ويرمي في الشنيشه ويرمي في المطبخ، اللي بيوصل خلسه من بيته على شنيشه مطر بصرف داخل على شنيشه بيسد الشنيشه، يعني ده اللي بنقوله بنطلب منه ان هو ما يتجنب حدوث ذلك، وما فيش داعي انه يرمي في جوه داخل الشنيشه او المطبخ، يرمي نتيجه الكنس بتاعه او نتيجه الكمامه اللي طالعه منه يرميها داخل المطبخ او داخل الشنيشه. المباني العشوائيه والمباني والابراج اللي طلعت ما دي بردك مأثره على نتيجه الصرف والبنيه التحتيه، مش صرف بس، صرف وكهرباء وميه. نفس الشبكه اللي كانت مثلا معموله 8 بوصه او 6 بوصه دي كانت بتستوعب عدد معين من السكان، كانت كلها فيلل، دلوقتي بقت ابراج ما شاء الله مش ممكن تستوعب نتيجه التخلص اللي نازل من البيوت على نفس الخط او نفس الماسوره. اعزائي المشاهدين اهلا بكم من جديد. شفنا حاجه ايجابيه اهو اتكلمنا عنها، وشفنا رئيس حي ايجابي فلازم نشير اليه. كاميرا البرنامج بتاعتنا رصدت حالات ازاله قام بيها رئيس الحي، ودي حاجه ايجابيه فلازم نتكلم عليها. ست النائب تعليقك ايه على التقرير اللي حضرتك شفته ده؟ هو فعلا يعني زي ما قلنا ولسه بنعيد تاني، انا مع الحي في الازاله ومع المحافظه في الازاله للمباني بالترخيص، ولكن الشق الثاني التيسير على المواطنين. ما زلت اكرر واقول علشان الانسان ما يلجاش الى الغلط يبقى نسهل له الصح، سهل له الصح. يعني النهارده مثلا لما نيجي نعمل رخصه يقول لك ايه هات لي موافقه الطيران المدني، تروح للمساحه بتجيب حاجه اسمها احداثيات ومنسوب، وبعد كده بعد ما خلصوها بيبعتوها للقاهره، والطيران المدني يبعت من القاهره وتقعد لها 5 شهور. خمس شهور بيروقراطيه قاتله، بيروقراطيه ومركزيه. ودي محلوله هندسيا في منتهى السهوله. الطيران المدني يجيب خريطه بتاعته اللي حاطط عليها المكان بتاعه ده 15 كيلو ويحط لي عليها ويحط لي عليها احداثيات، يحط لي عليها احداثيات. معانا مين يا استاذ ايهاب؟ كمل بس. اتفضل. يحط عليها احداثيات، يقول من الاحداثي رقم كذا، الاحداثي رقم كذا، ارتفاع المباني في الحته دي كذا. ايوه اتفضل. معانا ام جنى، اتفضلي يا ام جنى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي حضرتك. معانا سياده النائب حسن خير الله. ايوه نائب. اتفضلي يا ام جنى، معانا سياده النائب حسن خير الله، شكوتك ايه؟ ايوه اتفضلي يا ام جنى. انا والله انا بحيي سياده النائب على المجهود اللي هو بيعمله معانا، وبس انا كان عندي بس مشكله في الزباله اللي ماليه الشوارع. اتفضلي حضرتك. انت منين؟ من منطقتك ايه يا ام جنى؟ الهنوفيه. فين بالظبط؟ منطقه الهنوفيه. طيب هي مشكلة الزبالة دي مشكلة مش في الهنوفيل بس، هي في مصر كلها عموما يعني ست النائب. لا هو احنا مش ساكتين ابدا، واجتمعنا مع السيد وزير البيئة، وامبارح بالظبط امبارح كان لنا لقاء مع وزير البيئة، وكان معانا محافظ اسكندرية انا في القاهرة جاي مخصوص بصراحة، ومركزين جدا على ملف القمامة، وهو وعد ان هو خلال شهرين ما تحلش الملف ده هيسيب اسكندرية. طب ده شيء كويس جدا. وفعلا البيئه بعتت فلوس دلوقتي لشركه نهضه مصر، والايام اللي احنا فيها دي والايام اللي جايه ان شاء الله هيبقى في تحسن مضطرد لمده شهرين. يعني من اول 11 العقد الجديد بتاع شركه القمامه دي اللي بتشيل القمامه ان شاء الله هيتفعل من 1/11، يعني من بكره ان شاء الله هيبقى في نشاط اكتر واحسن ان شاء الله. طب دي بشرة كويسة جدا. عايزين نروح لملف تاني وهو ملف التعليم، وده ملف بيمس كل البيوت المصرية سيادة النائب، ومفيش بيت في مصر الا وعنده مشكلة في التعليم. انت كنائب مسؤول عن الرقابة وعن التشريع وعن الدور الجماهيري، لان الناس عطتها ثقتك. معانا مين؟ اتفضل يا استاذ سعد. اهلا عبد السلام المحامي، مع حضرتك يا فندم. اهلا يا استاذ سعد، اتفضل معايا سيادة النائب حسن خير الله. سيادة النائب حسن خير الله والله. اتفضل. اهلا يا استاذ سعد، اهلا بحضرتك. طب
حضرتك من ازيك يا باشا؟ اهلا بحضرتك. حضرتك معنا عندنا من العجمي؟ ايوه من العجمي، منطقه ام صغير تحديدا يا سياده النائب، الله يكرمك. اهلا وسهلا. ايه المشكلات اللي عندك يا استاذ سعد؟ احنا عندنا مشكلتين في منطقه ام صغير تحديدا. المنطقه الاولى طبعا ال 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 المخازن بتاعه الخشب جنب منها بالظبط، يعني ما فيش على بعد امتار بسيطه بيئة. الزباله بتترمي بيتولع فيها، وده خطر شديد على اولادنا، ودرجه لدرجه ان الدبان ما بنعرفش نعيش خالص في منطقه ام الزقيق من الدبان، تمام، بسبب الزباله دي. الزباله دي منطقه ام الزقيق فيها مكانين للزباله، واحده في عند بعد قبل البوابه 8، وواحده بعد البيئه، وللاسف جنب مبنى البيئه، للاسف فعلا جنب مبنى البيئه، فعلا الزباله جنب مبنى البيئه يا سياده النائب. فعلا انا عارف ده الخط ده الموضوع الاول. الموضوع الثاني، واحنا عارفين مجهودات حضرتك يا سياده النائب، موضوع طريق ام الزغيو، احنا من يوم ما وعينا على الدنيا وظهرنا على ظهر الدنيا واحنا ام الزغيو دي فيها مشكله الطريق. طريق دايما مطبط، فصل الخريف جاي والشتاء والميه والعربيات النقل اللي ماشيه يا سياده الرئيس دي مشكله جامده جدا، بتسبب لنا مشاكل في احنا ما بنعرفش نعدي ولا نعرفش ننام. الشوارع ضيقه، بيدخل منها العربيات الكبيره النقل المحمله خشب، بتدخل في المناطق العشوائيه الصغيره والشوارع الضيقه، وبتسبب لنا مشاكل جامده جدا في منطقه ام سليم. يبقى الشكوى الاولى الزباله سياده النائب، ايوه، والشكوى الثانيه طريق ام الزغيو. بالله عليك سياده الرئيس، يعني وصل صوتنا احنا كسكان منطقه ام الزغيو، وصل صوتنا للساده المسؤولين بسرعه انهاء مشكله طريق ام الزغيو، ومشكله القمامه اللي هي موجوده اللي بتترمي دي حضرتك وبيتولع فيها ليل ونهار. والله اقسم بالله الناس اللي مريضه بالربو والحساسيه في الصدر ما بتعرف تنام بالليل، ما بتعرفش تنام، دي حقيقه سياده الرئيس. احنا يا استاذ سعد احنا المقلب الوسيط الاولاني الحمد لله ربنا قدرنا وتشال يعني من هناك، وان شاء الله ده باذن الله في طريقه الى الحل ان شاء الله يا استاذ سعد. ان شاء الله. شكرا يا استاذ سعد، شكرا على المداخله. يعني هي مشاكل الناس بتتكلم فيها مكرره وبيطلبوا من سيادتك، من حقهم والله بيطلبوا من سيادتك كنائب عن الدايره بس انا بقول لحضرتك اهو، اتحدى اي حد يطلع الهواء دلوقتي يجيب لي اي موضوع انا ما اتكلمتش فيه وعملت فيه شغل. اي طيب موضوع في الحي. عايزين نروح لملف التعليم ونتكلم عن ملف التعليم. ملف التعليم ده ملف مهم جدا وبيمس كل البيوت المصريه. حضرتك كنائب شايف الملف ده ازاي؟ وشايف الوزير بيتعامل ازاي مع قضيه التعليم؟ لا، هو في تقصير شديد جدا في الملف التعليم. طبعا احنا عندنا في الدائره بتاعتنا في الفصل في كثافه عدت ال 100 و115 و120 عيل في الفصل. الحاجة الثانية بقى القطاع الخاص، يعني أنا المفروض أفعل القطاع الخاص. التراخيص المباني المدارس اللي هي الخاصة بشوف معوقات شديدة جدا، ولازم تاخد موافقة تيجي لمصر هنا عشان تاخد موافقة الأبنية التعليمية. المركزية دي جابت البلد لورا في كل المجالات. المركزية احنا بنطالب باللا مركزية، فالمدارس دي الخاصه دي بتشيل عبء من على المدارس العامه. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه المدارس العامه ذات نفسها فيها كم من العيال، يعني فالعيال بياخدوا دروس فين بقى؟ بيروحوا مثلا جمعيه عامله محو اميه، جمعيه عامله تعليم خاص عامله، جم يقفلوا في الاماكن دي دون تدبير حاجات بديله. انا رحت زرت ناس في اماكن يعني يصعبوا عليك والله العظيم، كم من البشر في الدخله الجبل مثلا ابليه دي، واحدة فاتحة معهد تعليمي ودروس تقوية وتعليم كبار ومحو أمية، جم معدي واحد من بتوع التعليم راح قفل لها المكان. جم الناس عندي في المكتب هايجين وما يجين، رحت معاهم وشفت الوضع. أنا معاهم إن أنا ألغي الحاجات الخاصة دي، بس هات لي البديل. البديل هو إنك تروح تاخد دروس في المدارس العامة. طب ما تحل الاول، هات لي مكان ادمي الولاد ياخدوا فيه دروس في الاماكن العامه وبعد كده في اللي الخاص. لكن انا دلوقتي بقول اهو بطالب التعليمين يبقى الحال على ما هو عليه لغايه ما تشوف لي البديل. وبعدين انت لما تقنن الخاص ده ويبقى في منافسه بينه وبين العام فيها حاجه ولا اي حاجه؟ ما بدخلك مبالغ برضه، ما انت بتفرض عليه مبالغ وبتدخل، بتشغل مخرجين مش متوظفين، مخرجين بتشغل مدرسين خريجين مش لاقين وظايف.
في الاماكن الخاصه دي وبتدي بديل اللي هو مش عايز يدخل مش عايز هنا خد هنا يدخل المكان الثاني. الله يبقى في منافسه. لكن تقول لي انا بلغي الدروس الخصوصيه وبدرس ويخش على كله خلاص كده وخلاص. ما احنا دايما بنقول القرار لما بيتاخد لازم يبقى له البديل. انت حطيت الحل والبديل وبعدين هات القرار. مش تاخد القرار وبعدين انت ما حطيتش بديل. هات لي بديل احسن مش بديل وخلاص. البديل اللي جايبه ده عر انا مؤاخذه مع احترامي يعني ده بديل وحش جدا يعني. طب انت شايف المناهج التعليميه عامله ازاي؟ لا المناهج لازم تتطور طبعا سنه بسنه كده لغايه ما نوصل لحاجه نفتخر بيها يعني. لكن المناهج ايه؟ المناهج لسه متاخره جدا يعني. طيب انت شايف ان احنا المفروض قطاع التعليم ده يبقى احنا شغالين فيه بطريقه بطيئه ولا طريقه اسرع؟ لا يعني للاسف طريقه بطيئه جدا وما وصلتش للمستوى اللي احنا عايزينه للتعليم بالذات يعني. التعليم والصحه يعني عايزه ثوره ثوره ثوره. سياده النائب حسن خير الله عضو مجلس النواب عن دائره الدخيله بالاسكندريه، انا بشكر حضرتك جدا على تشريفك لي. ربنا يسعدك وشكر جدا وشكرا لكل المستمعين اللي استحملونا يعني ويستحملونا واحنا معاهم ان شاء الله لغايه ما ربنا يكرمنا ومصر بخير ان شاء الله باذن الله. بس الناس تشتغل ومصر تبقى زي الفل. الناس بيجوا مهجرين من بلاد تانية وحرب وحروب وجايين عندنا ينجحوا بيعملوا مشاريع واحنا كله عايز يدور على البترول والكهرباء والميه يتوظف خلاص. املنا ان الناس تتغير والمسؤولين كمان تتغير. اعزائي المشاهدين دي كانت اهم الموضوعات اللي كانت موجودة في دائرة الدخيلة في الإسكندرية. أعدكم بفتح جميع مشاكلكم وعرضها على جميع السادة النواب وعلى المسؤولين، وأعدكم إن احنا ما نسيبش ولا مشكلة لما نتطرق ليها ونجيب المسؤول ونجيب النائب يرد عليكم في مشاكلكم. لكم مني أطيب المنى ماهر الفضالي.